إنها صيدلية مرتجلة، فمنذ سنوات يجمع هذا الرجل الأدوية غير المستعملة من المنازل الهندية ليوزعها على الفقراء. كيف يمكن لرجل ينام ويأكل ويعيش في الشارع أن يحصل على الأدوية؟ إنه واقع مرير، فالأدوية موجودة في كل منزل غير أنها تنتهي كلها في سلة المهملات. تأمين الرعاية الصحية الشاملة كان من بين الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء ناريندا مودي في حملته الانتخابية التي أوصلته إلى السلطة في أيار مايو 2014، إلا أن 65% من السكان ما زالوا عاجزين عن تأمين الأدوية الأساسية، ورغم أن المستشفيات الحكومية وعيادات كهذه تقدم علاجا مجانيا إلا أنها تعاني من نقص في الأدوية، أما المعاينات فهي غير متقنة بسبب تدفق المرضى بأعداد كبيرة. المعاينة في المستشفيات الحكومية لا تزيد عن 20 ثانية تقريبا، هي تتم بعجلة كبيرة، وتخصص الهند 1% من إجمالي ناتجها المحلي للصحة العامة بنسبة أقل مما تنفقه بلدان كسريلانكا وبنغلاديش على هذا القطاع، وغالبا ما تضطر الأسر الهندية على دفع تكاليف تلقي العلاج. وإزاء الانتقادات التي تواجهها، وعدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة. على النظام الصحي ضمان توافر الأدوية، ومن غير المسموح القول إنها غير متوافرة، لذا سنعاقب إدارة المستشفيات التي لا تؤمن الأدوية، إنه الحل الوحيد. ومن المفارقات أن في ظل معاناة النظام الطبي تشكل الهند أحد أكبر البلدان المصدرة للأدوية في العالم مع ارتفاع مستمر في المبيعات.